السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكون العصافير تاعكم بخير. اليوم بغيت نبارطاجي معكم جديد تاع السلة كما العادة. اليوم 12 يوم ولا 13 يوم اللي درت لهم هو تعشيش، الحمد لله راه كاين استجابة، بصح لحد الآن مازال ما بداوش بناء العش. بصح راه كاين هذاك الغناء، راه كاين هذاك، كاين واحد الإناث راهم يبوزيو، كاين واحد الذكور شفتهم في السلة كي كما راك تشوفوا، كل ذكر وعنده لا فيمال تاعه ديجا بداو تفورماو، وديجا كاين الازواج اللي شفتهم يطعموا بعضهم بعض. الحمد لله كاين كل ذكر راه دروك عنده الانثى تاعه. المشكله تاع علاش طولوا باش يبنيو العش، العلم عند الله، انا وفرنا لهم كل شيء، وان شاء الله ما يكونش عندهم مشكل تاع مرض ولا حاجه في خاطرهم ويبنيو، ماشي بروبليم، مازال الحال. بغيت ناكد لكم على واحد الموضوع، جميع المربيين يبداو هنايا يكون هذيك تسكنهم هذيك لابانيك ولا الخوف، ولا ماشي مشكل، غادي تبداو تسمعوا باللي كاينين الناس ديجا خرجوا الحسون، وكاينين الناس اللي ديجا خرجوه وباقا واه وراه ياكل وحده، وكاين اللي يقول لك بديت نسمع، وكاين يقول لك ماشي مشكل، هذا كاع ماشي مشكل، كل مربي والطريقه تاعو، كل مربي وكيفاش ينتج الحسون تاعه. عندكم طيحوا غير في واحد الاخطاء، كي تشوف العصافير تاعك ديجا هي مازال الحال، وانت تشوف العصافير تاعك بداو يديروا في الروطار، تبدا تجبد في ماله وتبدلها، تجبد مال تبدله، تدخل في هذاك الشك، تدخل في هذاك، ما كاش كاع مشكل، الحسون دوك كي تضرب له في الراس يبدا يضغوا العش، ماشي كاع مشكل. هذه هي علاش بغيت نقول لكم بلي ما تقلقوش، مازال الحال. وهاودا انايا نورمال العام اللي فاتكم هذا الوقت نورمالمون راني مخرج، بصح عادي ماشي مشكل، كل عام والخير تاعه، وكل عام وربي كيشي كتبه. شوف كاين هاد الزوج تاع لي كوبل هنايا، كاين هذا كوبرا فورمي، هذا فمالا بارفا، والذكر تاعها تاني بارفا، الذكر ود العش، والأنثى خلاوية عامها الثاني. المهم ما تقلقوش عليهم، ما تقلقوش دوك، إن شاء الله كل شيء يكون بخير، والحساسين ينتجوا لكم إن شاء الله. واش نقول لكم؟ موسم موفق للجميع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.